ويلكم باك يا شباب، اخيرا رجعنا بعد فتره كبيره من القطعه لمده شهرين. شهر بالظبط. طبعا رجعنا باللعبه بتاعتنا المفضله اللي بتيجي كل فاينل، عشان انا عندي فاينل كمان يومين برعايه الدلافين. يلا بينا نبدا اللعبه. الدلافين كذا دولفين. في لعبه تانية. انت لو زهقت من اللعبه دي في لعبه تانية بعديها، يعني جديده برضو مش قديمه، هنلعبوا لعبه جديده. يلا ستارت. اوكي يعني احنا خلاص بقينا محترفين في اللعبه دي. حط النضاره بس، رايكم في النضاره؟ عملت نضاره وحط الزومت عشان الدكتور ما يقفلكش. بس كده هنعرف نغش كده. انا اضمن لك النجاح 100%. ربنا يسامحك يا دكتور. فين السؤال؟ نسيت ازاي كنت بقلب. اوه شوره ارشميدس. مين حل شوره ارشميدس؟ محدش حلها يا ابني. انت بتحل في السؤال ده كله؟ اوعى يا عم. ايوه غطي نفسك كده، خبي نفسك. طيب دكتور بعد اذنك. ايه ده لازق عندي يا جدعان، في ايه؟ طيب الصوره دي حد حلها؟ ما تنجز يلا. حلت ايه؟ حل سؤال تاني. لا يخرب بيتك. طب اسمه ايه؟ طيب وير فيت ماش. وير يا دكتور انت لازق لي ليه؟ هي دي؟ ايوه حلها بيه برضه. طيب انت غالبا بتهبط. ايوه النوتات الموسيقيه. ارجع يا ابن الجزم. يا ابن احل ازاي؟ مش عارف احل. طيب دي ايه؟ انا مش شايف السؤال ده بجد يا ابني. ما تقلبش. الحمد لله الدكتور ما شافش. الواد قلب على نفس السؤال. يا ابني انت ايه بهيم؟ هو ارشميدس بيه. مين ده اصلا؟ ويليام تومسون. انا ما اعرفش احل اسئلتي. احل اسئله انجليزي. اوكي النوتات الموسيقيه بيقول لك ذا فولوينج ميوزيكال. انا غالبا هتبقى دي ام اف. ايه ام بي؟ ايه ام دي قصدي؟ دي ماشي. انا قلت دي عامه، انا كنت قايل ان هي دي. طيب وات؟ طيب مش عارف ايه. اوكي 60%. فين اللي فيها 60%؟ دي فين اللي فيها 60%؟ اخر واحده دي. جميل جدا. اللي بعده نرجع تاني بالاسئله. لازم اشوف حمو حل ايه. يا دكتور مش هينفع كده، انت لازق لي. خد. هو شافني؟ ما شافنيش. ماشي دي ايه ده هو شتمني؟ ده شافني وانا بغيب. وانت خدت بالك ازاي؟ ما بقاش يقدر يحركني من المقعد. طيب في سؤال هنا الواد ده حله، عايز اعرفه ايه ده. وريني. ايوه حله. ايه يا ابني اوعى اوعى. ايه ده؟ ايه ماشي. الوقت قرب يخلص ولا لسه غالبا في وقت. ده حل ايه دي؟ فاضل لنا كام سؤال؟ فاضل كام سؤال؟ فاضل ده وات. طيب انا الطيب بتاعي مش هفصح عنه الصراحه. ذا توب 7 ريبس. حل حاجه؟ عايز اغش يا عم. لازق لي. الوقت قرب يخلص. دكتور ده رخم قوي. انت حليت يالا؟ زي ايه دي؟ ما انا مش حتى انا مش شايف. ينفع ارجع ورا؟ ذا توب 7. ايوه حليتها. ايه حلها ايه؟ ذا توب 7 ريبس ان هيومن. ده سؤال اسمه ايه ده؟ اناتومي ده ولا كيف؟ هنا سؤال يعني. فاضل سؤال واحد. فاضل سؤالين غالبا. سؤال وات تايب. طب التايب ده غالبا هو بيطلب رايك. فالتايب بتاعي عامه انا بختار الكولومينير. التايب بتاعي اللي بعده اخر سؤال نهبدوهم. فاير ولا مش عارف ايه. انا شايف ان هو فود جانجلينج. صح الكلام ده؟ ينفع غش. ده الطيب كنت عارف. استنى عايز اغير الطيب بتاعي. تغير السؤال بس انا فاكر انه كان ايه. فين الطيب فين؟ ايوه هو ده كان بيه. حبيبي يا دكتور ربنا يخليك. الله يخليك. بقك واسع. كده عمل لي غلطتين كده. انا ناقص في واحده عامه. ناقص في واحده بس صح اللي هبتها قلتها. فوت مش عارف ايه. فوت جانجلينج دي. فن. خلصنا. سائط. جبت 9 من 10. ليه ازاي سائط؟ انا كده ناجح. 9 من 10 حلوه. حد يقدر يجيبها؟ حد طول يا جدعان. طيب نعمل واحد تاني. ازيك يا دكتور؟ ده امتحان. انا غش من اولها كده يا دكتور ينفع؟ لا هذا الامتحان مفاجئ يا اولاد. وي ار اول جوينج تو ليف ويز هايت وونت بي هارد ات اول. بقول لك الامتحان هيبقى صعب. مدته 5 دقايق. اللي مش هيخلو هشتمه. ايام شهور. اوكي عامه اول سؤال هيبقى دي عشان تعرف ان انا مذاكر يا دكتور. كلها فاتحه الاول سؤال كده. بص بقى الغش السريع ده. ماشي الفا علينا بي. الفا بي فين؟ ايوه بي. ماشي اللي بعده. انجز يا حمو. الواد اللي هناك ده انا يعني معاه. ان 1999. اوعى ايدك يا جدع. انت رخم. انت كل حلقه على كده هتبقى بي. والله كل حلقه هو ده اللي يخبي. طيب سومس دي مكتوبه ايه؟ ثرو بي. ثرو ايه ولا ايه؟ ايوه هي دي. اوكي النوتات اتحل. دي لسه حلينا امبارح الامتحان اللي فات يعني. دي مش ده سؤال مكرر. سؤال مكرر ده يا دكتور. لسه ما خلصتش السؤال بتاعك. ان انا حله ده يا عم. كنت تقول لي كنت اديته لك. اشوف الواد اللي هناك.
مش اول السؤال اللي فيه نقط اخر واحد، السؤال فيه نقط كتير اخر واحد، السؤال فيه نقط كتير اخر واحد. ايوه هو ده. مش كده تبقى بي سي ولا سي؟ مش ولا خد ايه انت شفتني وانا برمي ده، انا جنبي لول للاسف. ما هو الصراحه رخم، نسيتني السؤال. سي سي مش عيل رخم، كل حالة هو اللي يخبي، العيال كلها ساكتة وهو اللي بيخبي كده. فضلنا ايه؟ ان جيمس مش عارف ايه. ماشي يا دكتور، ممكن تخش تشوف شغلك؟ طيب انا هشوف شغلي برضه. تمام حلو. في هنا ويتش، ويتش حلت ويتش، نشوف اللي حل ويتش. اسف اسف اسف، طب سيبني اشوفها كده. انا اتمسكت مرتين، فاضل لي مرة واشيل المادة، ربنا يسامحك. ده تالت سؤال، يبقى في تلات اسئلة. ايه الليلة دي؟ تلات اسئلة. تحليل ايه؟ ويتش ايه؟ ولا لا الاجابة، الاجابة تبقى ايه؟ ويتش الاجابة تبقى ايه؟ طيب كده فاضل سؤالين، فاضل سؤالين يا دكتور. خلاص غالبا هحبدهم برضه، هم يتلهم على الواد اللي هناك. فاضل سؤالين يا جدعان، هم السؤالين دول بيقفوا معايا كل مرة، والواد ده اللي هيبقى مع السؤال ده. ويتش لا، هم السؤالين دول بس. طب ممكن نحل بقى بمجهودنا. شارلس فون ماري، انا اتوقع ان هو عمل ميلي في التشيل. وعندك هنا ان جيمس فون كبارس لايف فود مانجو مانجو، المانجو هو المانجو طبعا. مش عارف اغش تاني خلاص يا جدع، انت رخم. انا نسيت ان ممكن اشتت الدكتور. ركز في ورقتك، بقول ممكن اشتت الدكتور واضربها في الواد اللي هناك دي. سوري هي جت في دي. سوري سوري يا اخوي، سوري والله مش هغشش. في واحد رفع ايده هناك يا دكتور، شوف. مش عارف اغش خلاص، ده مجهودنا بقى، ده مجهودنا خلاص. انت يا ابني لسه قاعد في ورقة دي؟ خلص الامتحان خلص. ده في تشريح هنا، بص مش رايحين جثة الدولفين. عبدنا السؤالين جبنا سبعة، يا لهوي ناقص في ثلاث درجات. لا 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 اقفل اللعبة، اقفل اللعبة يا عم. لا 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 طب انا فين؟ انا ده اسيرش في موبايل. هو ايه ده كده؟ ايه اللي اخوه اخوه جاب سؤال؟ ممكن اغش من ده. بسرعة بسرعة اخدت سؤال حلو جميل جدا كده. انا اعمل ايه بقى؟ اغش ازاي تاني؟ انا غشيت من التليفون وغشيت من الصاحب، هل في اي طرق للغش ثانيه؟ انا كده قفلت كده. ارفع ايدك. هو انا عايز اغش مين بالظبط؟ اه ده غشش ده. طب حلو ده، ده مش هغش حد، احنا عايزين نغش الجزء ده. فهمت فهمت. في ايدك يلا. ايوه قول قول. وانا كده نجحت، نجحنا كده يعني. ما انا مش فاهم اللعبه دي، الجرافيك بتاعها تعبان. واللعبة فيلر ايه؟ هو المفروض اغشش كله؟ هو انا يهودي؟ انا افكر ان عايزين نغش ده بس. انا خليت في ايه؟ ما انا خليت ده يغشش ده وغشش ده، ايه المشكلة؟ يعني لازم كل دول ينجحوا؟ اوكي ده جيم واحد لازم انجح كل دول. ممكن نبدأه بمين بقى؟ يعني ده اللي هيبدأ، ده القص جميل. بعد كده هيغشش ده. حلو، بعد كده هيغشش ده. جميل، فاضل الواد الاهبل ده. كيف ساعده من كده من الاول؟ هرمي له البيبر، بيبر بلان ده الحمو. هو ده لا يعني ده قص الفساد. امسك يخرب بيتك بس كده. كده نجحوا، قلت كده نجحوا كده. كله جاب ايه يعني؟ ده جاب الاجابه من النت، غشش دول كلهم. فهمت انا اللعبه كده. نقعد بقى نزول فيه شويه. ارفع ايدك يا ابني، ارفع ايدك. انا هزوله احلى بدون الفايل. دي كلها ايد. ايه ده؟ انت لو اديت المستر بالكف ده هينام فيه كده، المفروض كله عد صح؟ ده اللي سقط. طب ما انا مغششك يا ابني. يا الله يا ولي الصبر. ماشي نكست ليفل. يا ساتر يا رب، ده اللي معلم. طب انت تسيرش على الموبايل هتغشش ده كله؟ يا الهي انجز. اوب 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 مسكنا مسكنا، هناخد بالبونك دي بحضنخ. يا مستفيد بنانا. طب كده ده سقط. جميل، ممكن نودي الواد ده. ودي جميل ده، ودينا له. هيحمس لصاحبه. طب الواد ده هيسقط. احذف. ايه ده؟ يخرب بيت اهلي. يلا سقط. بابا بنانا. يعني ايه بابا بنانا؟ يعني بابا موزة؟ يعني ابو موزة؟ يعني هذي الشيمة مثلا؟ اوكي انت ادي ده. انت ما ينفعش تغش ليه؟ والواد ده هيسقط، في اتنين ساقطين اصلا اوريدي يعني. ارفع ايدك صح. ايوه غش غش بسرعه بسرعه بسرعه. ايه الحلاقه دي؟ مش ده قزع يا ابني؟ بس كده في الشلاقه دي كلها نجحت، ثلاثه سقطوا بس. نعمل له ايه بقى؟ هل اعدي النكست ليفل ولا لا؟ اعدي اكيد. يلا نكست ليفل الحمد لله. يا الله يا ولي الصبر، ليه لازم الغشاشين بيبقوا؟ وفي مدرسين يا ساتر، اثنين مدرسين. ارفع ايدك كده يا معلم، سيرش على الموبايل بسرعه بسرعة. وانت سيرش على الموبايل ولا ده يخرب. اي اي اه انت شفت ازاي؟ انت اللي بابا. عايزين نسلم ورقة للي ورا.
هدى الله لا يا عم انت مسكتني ازاي؟ ايه ده؟ هو ايه ده بس؟ ما هو بالنضاره ده كده هيجيبني يا مدرسين مش الدرجات نعيد الليفل ده تاني صعب الصراحه في اتنين مدرسين. طيب انت على السريع كده بسرعه بس هو ده محدش هيبص له فده هيغش بسرعه ده هيبقى قص الفساد يلا هنشر الوباء هيتمسك الحمد لله اتمسكش. ايه الاوبشن اللي معاك؟ ان انت تسيرش على الموبايل هتقدر؟ مش هتقدر للاسف. طب هتقول لصاحبك اللي جنبك ضربوه بضربوه قفشت خليك تسيرش سيرش بسرعه 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 اتمسكت اهو اتلب اتلب كده مفيش غش خلاص ما هفشخ كده يا رجاله ايه ده مش هعرف انا اعمل حاجه القفص مفيش مش سايبين لي براح حتى انا ماشيين نفس المشي انا غششت بس بسرعه اتمسكت اتمسكت اهو اتلبيت يا عم راسي بالراحة على راسي هعمل ايه؟ حد يقول لي اه صح ارفع ايدي انا غبي فش نسيت الحوار ده جميل بس كده مفيش حد يعرف يغش تاني تلات بس اللي نجحوا بس اه ساتر يا رب سوري سوري نسيت ان في حوار رفع الايد نجربه تاني حد يخرب بيتك يا دكتور في ايه يا مستر طيب انت سيرش ايه يا عم ده ايه ده ايه ده شافوا ازاي ده يا عم ابوك هو ده بس لو عجبك الفيديو سيبلي لايك وشير وسبسكرايب اشوفكوا في الفيديو الجاي يلا سلام